سميرة سعيد بفستان الأميرات في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية. إليكم التفاصيل. فقد أحيت الفنانة سميرة سعيد حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته 30، واختارت فستاناً من تصميم دار الأزياء البرجوازي. اختارت سميرة سعيد فستاناً بتصميم ناعم وأنيق، بعيداً عن ذوقها الجريء في اختيار أزيائها. وقد جاء فستان سميرة سعيد بلون البنفسجي الفاتح، وكان فستانها مناسباً للون بشرتها، بأكمام بتصميم الجرس لنصف الذراع وبعدها بتصميم ضيق مطرز مثل الفستان. واختارت تسريحة شعر كلاسيكية تناسب الفستان الناعم. ويذكر أن سميرة سعيد عبرت عن سعادتها أيضاً لإهداء الدورة لروح الدكتور جمال سلامة، خاصة أنه جزء مهم من تاريخها الفني، وأغلب أغانيها التي يحبها الجمهور من ألحانه، لذا له مكانة كبيرة بالنسبة لها.